خلاص هنحطه بقى في الفرن ونبقى نتابعه. نعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنعمل سلطة. عندنا سلطة الطحينة مقدرها تنزل لكم دلوقتي على الشاشة، وهنعمل على فكرة كمان سلطة خضراء. سلطة الطحينة عندنا بقى ايه؟ حوالي 5 معالق كبار من الطحينة، ربع كوباية من المية، 3 معالق كبار من الخل، ملح، ثوم مفروم وكمون، وانا بحب احط لها بقدونس مفروم. اذا انت مش حابة تحطي بقدونس ما تحطيش. اهو ادي الطحينة اهي. طبعا كمية الطحينة حسب بقى انت بتحبي الطحينة ولا لا، بس بصراحة يا جماعة هو في اكلات ما ينفعش ناكلها كده، يعني ساعات بتبقى السلطات اساسي معانا في الاكلة. يعني مثلا مش لازم على طول تحمري بطاطس جنب الاكل، ممكن تكتفي بالسلطة كعنصر غذائي قوي جدا وفي نفس الوقت معاه يعني زيت كتير وتحمير وكده. خلاص انا حطيت طحينة وبعدين هحط مية، وعلى فكرة برضو المية دي بالإحساس برضو، يعني ممكن تبقى مش مظبوط قوي اللي أنا قلته إنه ربع كوباية مية على 5 معالق، ممكن تلاقي نفسك نوع الطحينة عندك تقيل فأنتي تخففي بالمية أكتر. المية مش شرط تكون سخنة، المية مش شرط تكون سخنة. عايزين بس إيه، المهم بقى يا ستي ايه، فنقعد بقى ايه نفك كده في الطحينه زي ما انت شايفه لغايه ما تفك معاكي، وما تقلقيش وتقولي مثلا ايه دي فكت خالص، لا هي هتبقى مظبوطه معاكي وزي الفل. هنحط لها ايه بقى دلوقتي بعد ما تفك؟ طبعا انت لو مش عايزه تحطي بقدونس ما تحطيش، بس انا بحط لها بقدونس، واحيانا كمان بحط لها طماطم مبشوره، بتبقى عامله زي بابا الغنوج بس فاضل لها باذنجان مشوي، يعني ساعات. بس بصراحه انا بعمل الحركه دي لما بكون عامله كباب او كفته. بصوا هي فكت كده، احنا عايزين القوام ده اللي انتوا شايفينه ده. احط لها شويه بقدونس كده، مش عايزه تحطي ما تحطيش، مش اساسي، بس طبعا الاساسي معانا في الطحينه مش الفلفل الاسود، الكمون. انا حطيت ملح، احط بقى شويه كمون اهم كده اهو، وبعدين احط توم. التوم يعتبر اساسي في الطحينه، ولكن لو انت بتتعبي منه او قولون او بتاع ما تحطيش، يعني مش هيقول لا. خلاص معانا تليفون ام شروق. الو عامله ايه يا شيف نهله؟ اهلا يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا جميله. تسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعمليها لنا. يا حبيبتي انت منوراني، تسلمي لي يا روحي. بنحبك قوي صدقيني. يا حبيبتي والله العظيم انتوا منورين الدنيا كلها. انت اللي جميله حبيبتي، تسلمي لي يا روحي. تسلم ايدك على الحواوشي حبيبتي. ميرسي. ما عندكيش اي سؤال اي استفسار؟ بصراحه انا يعني كنت عايزه اسال على المكرونه البشاميل. يعني بصي ما بتظبطش معايا ومش عارفه يعني اظبطها، فمعلش حضرتك بس تقوليها لي. بصي المكرونه البشاميل عشان تظبطيها انا شخصيا بعملها بطريقه مختلفه شويه، هنقلب بس مع بعض الحواوشي واقول لك ايه هي الطريقه المختلفه دي. انا مش من الناس يا ام شروق اللي بتحب تحط المكرونه بشاميل في الفرن كتير، ولا بحب احط على وشها برضو بيض، فانا بعملها بطريقه سهله جدا نبقى نعملها برضو مع بعض ان شاء الله. وبحب اعمل الصوص بتاعها الابيض او البشاميل على البارد. يعني انا بعمل ايه؟ كل نص كيلو مكرونه بحب ان انا اجيب له كوبايتين كبار من اللبن، كل كوبايه بتاخد معلقه كبيره من الدقيق، وبضربهم على البارد بره، وبعدين بحطهم على النار علشان القوام يتقل. وفي الحاله دي عايزه تحطي معلقه سمنه ما تحطيش، مش عايزه تحطي يعني براحتك، لكن الطريقه التقليديه لازم بنحمر السمنه. طيب هتقولي لي طيب كده يا شيف نهله الصوص الابيض كده ما استواش عشان انت حاطه الدقيق، اصل انا اتسالت السؤال ده قبل كده، عامل على البارد. ما هو الدقيق لما دخل جوه اللبن وطلع على النار خلاص هو بيستوي مع اللبن وبيمسك قوامه وبيبقى صوص معاكي، حابه تزودي جبنه زودي. بس خلاص ده الصوص الابيض اللي بيظبط الدنيا كلها معاكي. بتسلقي المكرونه ما تسلقيهاش كتير، يعني بدل 10 دقائق خليهم 7 دقائق عشان تبقى بتعض شويه، وتسبكي اللحمه المفرومه عادي جدا وتعصجيها. وانا بحب برده احط على اللحمه المفرومه بتاعه الصوص بتاعه المكرونه بشاميل بحب احط عليها طماطمايه مبشوره، وزودي الفلفل الاسود شويه، ممكن تحطي قرن فلفل اخضر كمان، وتركبي بقى كله على بعضه. بس انا بعمل ايه بقى؟ انا بحب اقلب اللحمه المفرومه مع المكرونه، اسخنها على النار واحطها في طواجن، احط الصوص الابيض على الوش وشغل الشوايه بس الوش ياخد لون، او لو هشغل الفرن هم 10 دقائق لان طبعا كل حاجه سخنه وكل حاجه مستويه، فاهماني ازاي؟ طيب معانا بقى صفحه البرنامج اهو، لو حابه يعني تكلميني او تتواصلي معانا هتلاقي كل الارقام موجوده عندك على الشاشه.
احنا دلوقتي بقى ايه مستنيين الحواوشي يتعمل، بس احنا برضو عايزين نعمل شويه سلطه خضراء. يعني في اكلات كده يا جماعه لازم سلطه خضراء ولازم سلطه الطحينه، فدي من الاكلات دي. احنا كده خلصنا الطحينه بتاعتنا، عايزين بقى ايه نجيب طبق نقدمها فيه اهو. نقدم بقى سلطه الطحينه، وطبعا يا جماعه اهم الشغل، يعني الاهم من الشغل تظبيط الشغل. انت واكلك بيتعمل، هتحمري بطاطس براحتك، هتعملي سلطاتك، هتسخني لو مثلا عامله اكله تانية تسخني العيش، وخلي اخر حاجه تقدميها الاكله السخنه اللي انت بتعمليها، فاهمه ازاي؟ علشان يبقى الاكل كده ايه سخن وفريش وكل حاجه جاهزه، مش مثلا انت طبختي وبعد ما طبختي ايه ده ما عملتش السلطه، ايه ده ما سخنتش العيش، فالحاجه تبرد منك. لا احنا مش عايزين كده، خلاص يلا بقى دلوقتي نعمل السلطه الخضراء. هنعمل ايه بقى في السلطه الخضراء؟ احنا عايزين نعمل يا جماعه سلطه تكون مغذيه، وفي نفس الوقت لو ما عندكيش مكونات كتير مش مهم خالص. هنعمل ايه؟ بصوا، هو الاساس عندي في الموضوع طبعا الخضار، بس انا عايز اقول على حاجه. احنا عايزين بصل، البصل ده لما يكون متخرط كده اهو جوانح كده، عايزين ده اهم حاجه نظبطه. يعني احنا لو ظبطنا البصل ده خلاص انت كده عملتي احلى سلطه بلدي زي بتاعه الكبابجيه كده. فلو ظبطتي البصل بعد كده، لو اي خضار ان شاء الله نوع خضار واحد حطيتيه، لو ظبطتي البصلايه دي انت كده ظبطتي السلطه وانت كده شاطره. فانا دلوقتي خلاص انا المفروض ان انا خرطت البصل، طبعا تخريط البصل براحتك، يعني احنا هنا عاملينه جوانح، انت لو عايزه تخرطيه صغير خرطيه صغير اهو. عندي بقى ايه برده ما بحطش حاجات كتير، ملح وكمون وبس. السلطه الخضراء البلدي ما بيتحطلهاش فلفل اسود، ممكن يتحطلها شطه، او بديل الشطه ايه ممكن نحطلها فلفل سبايسي اهو، فلفل سبايسي بس، يعني مش حابه تحطيه ما تحطيهوش، انا بس عايزه اظبط البصلايه الاول. حطينا ايه بقى؟ ملح وكمون، نحط ليمون، وبعدين نحط شوية خل اهو. خلاص يا سلام، وريني بقى كده ايه، يعني اقعدي ادعكي فيها لحد ما تحسي ان البصلة شربت من كل الحاجات اللي انت حطيتيها دي، وانها بقت جاهزة لاستقبال باقي الخضار، واللي هيعلي طعمها جدا كمان شوية مية، مش حكاية يعلي طعمها، يعني هيديني صوص، قصدي شوية مية كده، عشان لو الطماطم معاكي ناشفة ده يديها طراوة. سبحان الله يا جماعة، سبحان الله بجد، انا مش من الناس اللي بحب استخدم طماطم ناشفه للسلطه، مع ان المفروض بتروح للخضري، انا بس هحط الطماطم والخيار، تروح للخضري تقولي له ايه عايزه طماطم ناشفه عشان السلطه. طيب ايه رايك بقى ان الطماطم المفروض تكون طريه شويه عشان تديني صوص، يعني عشان تعمل لي صوص كده في السلطه فلازم تكون طريه شويه، ما تبقاش ناشفه قوي كده وتبقى تحسي ان انت حاطه الميه لوحدها والطماطم لوحدها، لا. خلاص احنا برضو عايزين نتابع الحواوشي، عملنا بقى سلطتنا، فين البقدونس اهو، حط بقى شويه بقدونس كده اهو. وطبعا اي خضره عندك ما توقفيش نفسك، لو عندك شبت بس او حتى كزبره خضراء، فكره الكزبره الخضراء بتبقى حلوه جدا في السلطات. احنا دلوقتي بقى ايه عايزين نشوف الحواوشي، عايزين نقدم السلطه بتاعتنا. احنا بقى ايه نجيب طبق حلو كده نحط فيه السلطه. مهم جدا ان انت برضو تقدمي اكلك بشكل حلو،